يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية في عالم كره القدم. زي ما في لعيبه ليهم سحرهم، في احداث وفي مباريات وكمان في جوائز ليها سحرها. على راس قائمه الجوائز اللي بتكلم عليها جائزه الاحسن لاعب او الجائزه الذهبيه. الجائزه دي للاسف الشديد برضو من ضمن يعني عواقب كورونا تم الغائها هذا العام، وطبعا ده كان فيه ظلم لكتير من اللعيبه. وطبعا انتوا عارفين ان الجائزه دي بصفه خاصه بقالنا سنين شايفين ان هي ايه، يعني محصوره الى حد كبير ما بين رونالدو وما بين ميسي. ميسي على حد علمي فاز بيها حوالي 6 مرات، ورونالدو 5 مرات ان ما كنتش غلطان. وفي الفتره الاخيره من التاريخ المعاصر فخر العرب بقى محمد صلاح دخل كمان في المنظومه وابتدى ينافس، واحد من الناس اللي اتظلمت الحقيقه لما تم الغاء هذه الجائزه هذا العام نتيجه فيروس الكورونا. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونتعرف من خلاله على تاريخ الجائزه دي واهم اللاعبين اللي حصلوا عليها، ونرجع بعديها نكمل كلامنا. اتفضل. الكرة الذهبية حكاية جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم، وهي أعظم جائزة في تاريخ كرة القدم، مقدمة من مجلة فرانس فوتبول بالون دور. تاريخيا منحت الجائزة أول مرة سنة 1956. كانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هي وراء الفكرة، وكانت هي التي تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة، ثم أصبح فيما بعد يتم اختيار اللاعب بعد تصويت يتم من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم، إلى أن تطور الأمر خلال حقبة تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة إلى تصويت المدربين بجانب خبراء اللعبة مع نسبة من التصويت الجماهيري. كانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الأوروبيين، وفي سنة 1995 تم تعديل القانون وأصبحت تمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية، وذلك بعد أن حطم الليبيري جورج وايا كل القيود الخاصة بالجائزة، وصنع المادة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وحقق معه لقب البطولة الفرنسية، ثم وصل معه إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا وفاز بجائزة هداف البطولة. وفي نفس العام انتقل إلى ميلان الإيطالي وحقق معه لقب الدوري في العام الذي تلاه، مما جعل الخبراء يعدلون القانون ليدخل وايا الترشيحات ويصبح أول إفريقي يفوز بالجائزة. وفي سنة 2007 أصبحت الجائزة تمنح لجميع اللاعبين في العالم، ولم تعد تقتصر على المحترفين في الأندية الأوروبية فقط. أول لاعب فاز بجائزة الكرة الذهبية هو الإنجليزي ستانلي ماثيوس، لاعب نادي بلاكبول آنذاك سنة 1956. كما حقق البرازيلي رونالدو أول لقب لقارة أمريكا الجنوبية عام 1997 مع ناديه الإيطالي إنتر ميلان. هناك لاعبون حققوا الجائزة لثلاث مرات متتالية، لعل أبرزهم الفرنسي ميشيل بلاتيني مع يوفنتوس الإيطالي، والهولندي يوهان كرويف مع أياكس وبرشلونة، ومواطنه ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي. يعد كل من الثنائي الذهبي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، هما أكثر من حصدا الجائزة عبر التاريخ، حيث فاز بها ميسي في 6 نسخ بدأت مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة عام 2009 وانتهت العام الماضي. كما حقق رونالدو اللقب في 5 مرات بدأت مع المان يونايتد عام 2008 وانتهت مع ريال مدريد عام 2017. وفي صدمة جديدة للاعبي كرة القدم في هذا الموسم الاستثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا، أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية حجب جائزة الكرة الذهبية بالون دور التي تقدمها سنوياً لأفضل لاعب كرة قدم في العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك لعدم وجود ظروف عادلة بشكل كافٍ.